نظمت ستارت أب بحرين المنصة الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين فعالية جولات ستارت أب بحرين لعام 2024، وخلال الفعالية عرضت 5 شركات ناشئة محلية مشاريعها الواعدة أمام لجنة التحكيم. وبعد جلسة تقييم شاملة من قبل اللجنة لجميع الشركات المتنافسة، تم الإعلان عن الشركات الفائزة بالمراكز الأولى. دعم وتشجيع نمو المشاريع الناشئة وتعزيز الأفكار الريادية كانت هي دوافع استكمال سلسلة جولات ستارت أب بحرين لتؤكد على أهمية الاستثمار في الشركات الناشئة وتوفير البيئة الاقتصادية بالمميزات التي يبحث عنها رواد الأعمال والمستثمرون لرفد السوق المحلية بمشاريع ريادية من شأنها أن تسهم في توفير وظائف شاغرة للمواطنين الباحثين عن عمل. الفعالية كانت جدا ناجحة وطلعنا بحلة جديدة في 24، هي الأولى يعني في 24 اليوم الفعالية. فكرتها أن هناك في فائزين، الفائز الأول يحصل على جائزة 20,000 دينار، والفائز الثاني يحصل على جائزة 5,000 دينار. اليوم فازوا الشركتين، عروضهم كانت جدا شيقة، حلول جديدة مبتكرة نحتاجها اليوم سواء في المؤسسات الحكومية أو في المؤسسات من القطاع الخاص. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله والنجاح، ونتمنى أن هم ينجحون في التوسع بمشاريعهم حتى خارج مملكة البحرين. وخلال الفعالية عرضت 5 شركات ناشئة محلية مشاريعها الواعدة أمام لجنة التحكيم، والتي ضمت عدداً من الحكام المحليين والإقليميين. وبعد جلسة تقييم شاملة من قبل اللجنة لجميع الشركات المتنافسة، أعلنت لجنة التحكيم تتويج شركة بروكيورال بالمركز الأول وتتويج شركة بيزات بالمركز الثاني. شركتنا شركة بروكيورال تدمج بين المشتري والباع في منصة إلكترونية، مثل ما تقولين شركة التندر بورد، اللي هي المناقصات اللي تطلع من الحكومة حق الشركات. احنا بالعكس، احنا الشركات الكبيرة مع الشركات الصغيرة بي تو بي. طبعا شركة بيزات تقدم خدمات السحوبات حق المحلات التجارية ولكن بطابع إلكتروني، مما يسهل عملية عمل هذه السحوبات في هذه المحلات، في نفس الوقت انها تحافظ على البيئة من هدر هذه الأوراق المستهلكة في هذا النوع من البزنس. مبادرة ستارت أب بحرين تقدم من قبل صندوق العمل تمكين، إلى جانب برنامج تدريبي مكثف حول جمع التمويل للشركات الناشئة بهدف تعزيز فرص النمو والتوسع لهذه الشركات. وتحظى هذه المبادرة الرائدة بدعم من مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتمثل في وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية، وهو ما يعكس تطور المشهد الريادي في مملكة البحرين.